إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره فدرب الرضا نور ونفس الرضا ذهب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. في الإله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب. إليك غصونا دانيات خطوفها ومنبع خيرات يفيض وقد نضب. سلام وإحسان وصبر وديرات وأفعال خير تستزاد بها الرتب. وإحسان